جلسة كانت مزيانة. جلسة كان فيها كانش فيها ولو في الحقيقة كان في الاحترام الأخير. إنما تنقولها السيد الدفاع ما خلاناش نهضره، ما خلاناش نعقبه، ما خلاناش نسوله، ما خلاناش كيوقفنا في الحنجرة ديالنا، ما خلاناش نهضره. سو كيفي بالنسبة أنا غادي ندير واحد التعقيبات بالنسبة الناس كيهضروا على المخدرات، الشاهد كيهضر على المخدرات وعلى ليكستا وعلى الى اخره، هو تيقولوا دابا حنا ماشي موضوعنا مخدرات، حنا عندنا قضيه قتل. ويا سيدي النهار الاول راه باش بديتوا لافير كلها بديتوها بالمخدرات، علاش بغيتوا تكملوها بالمخدرات؟ النهار الاول نتوما اللي قلتوا المخدرات، دابا ولات عندكم قضيه قتل عن نعم، ولكن المخدرات راه ما كاينش اللي جبدها قدكم نتوما، اذا خصنا نتحاوروا فيها، خصنا نهضروا فيها، خصنا نهضروا عليها. كيفاش دابا عاد غنقولوا لا ما خصناش ندوي على المخدرات؟ حيت جاوا الناس ديال اللي غيتكلموا على المخدرات واللي غادي يبينوا الخبايا ديال المخدرات، وشكون شرا وشكون باع وشكون هبط وشكون نزل وشكون دوا في التليفون وشكون خلص. هادشي كله هادشي كله حنا منين وصلنا له لا 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 لا، حنا عندنا اسمح لي حنا عندنا ملف القتل ما عندناش مخدرات. زعما شنو هاد السطو السطو ديال المحاماه؟ راه ما يمكنش. انا كنعرف الناس محامون كيحترموا الجلسات وكيحترموا الطرف الاخر، ما كينوضوش يقطعوهم باش يربح القضيه. حنا ما عندناش تربح القضيه او تخسرها، حنا كنجدوا الحق، حنا باغيين الحق. الا كنت بغيت لهم الضرر الله يعطيه لي، ولا كان هما بغاو يظلمونا الله ياتيهم. حنا بغينا الحق، ما بغيناش نظلموا شي واحد. اذا هاد السيد المحامي يعني كنتمنى كنقولها انا كنتشكى منه انه ما تيعطيناش فرصه نتكلموا، ما تيعطيناش درجه انه جبد السيد هذه افتراءات ديال السيد نصار دكتور الفاعل التهرب. مالك اخويا مالك الا توشيتي شي واحد اللي كيهتم بالقضيه ديال التهامي وكيبين الخبايا ديالها، اذا كتوشيني. التراح ديالها ملخبط، التراح ديالها بغينا نوقفوها عند حدها، ما خلاوناش، ما تعطاتناش الفرصه. التراح ديالها ما كانش محله، كتقول لك ما كانش العنف الوغ كو العنف مكتوب، كتقول لك الدود كلا الاحشاء الوغ كو الدود ما عندوش المقص، ما عندوش المقص باش كيجي يقطع هاد البليصه ويقطع هاد البليصه، ما يمكنش. الحوايج ماشي هما اللي ماشي كلهم حوايج ولدي، ولدي ما عندوش تيشرت ديكولتي، ولدي ما عندوش كالسون اكس اكس ال. كيفاش وقع؟ ربي اللي عالم، انا ما عارفاش. بالعكس انا تنقلب. شنو الاسئله اللي كنتي بغيتي تعطيها مدام حياه الطبيبه وما ما 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 تحتش لك الفرصه؟ نعم، بالنسبه للحوايج اللي قالت لك تصبنوا، بغيت نسولها. قالت لك هي من حقها تصبن الحوايج ومن حقها تحيد الشوائب عليهم، ولكن من حقك تسلمهم للمصلحه، من حقك تسلمهم للمصلحه المختصه. راه محجوز هذاك يا عباد الله، راه واخا يتصبنوا غتبان في القضيه، غتبان الاثار الجريمه. قالت لك انا من حقي نغسلهم، دابا هذه ماشي تخريجه يا عباد الله، انا من حقي نصبنهم. باي حق تصبنهم لا لا؟ باي حق؟ واخا صبنتيهم، لما عطيتيهم، لما سلمتيهم، قول لنا لما سلمتيهم، هادو ما انا كيسولوني بغات نوضع عليها، ما عطاتناش فرصة. علاش؟ وسؤال ما عرفتش، السيد المحسن الدفاع. أنكم تسولوا؟ أه؟ أنكم تكلموا. نعم، كتقولنا بلاتي، ولكن الأخر شكوى الله تعالى وقفنا هنا. وقف هنا ما خلاناش. علاش هاد الشهور جاو؟ علاش هاد الشهور جاو الا ما قلناش غنسولوهم؟ علاش سيمانه وحنا ساهرين على التبليغ ديال الشهود، وسيمانه وحنا كنوجدوا لي كيستيون وفي الاخر ما نسولوهاش؟ فين غنوصلوا؟ فين بغينا نوصلوا؟ ما غنوصلوا حتى لشي حاجه. حرام حرام يا عباد الله، وجدنا الاسئله للكيستيون اللي هما مهمين وما تعطاتناش هاد الفرصه، راه ما يبغيها لا ربي ولا عبده. اذا الشهاده ديالهم انا بالنسبه لي ما كانتش محلها يا عباد الله. جاو داروا في الخطابه خطبوا داك الشيء اللي قالوا، ولكن باش 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 شفاو من الغليل ديالنا بشي اسئله لا ما كايناش. حاجه اخرى بالنسبه للحوايج اللي تصبنوا، قالت كي تصبنوا قلنا المحجوزات خصهم يكونوا في بلاصتهم. لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم قلت لكم على العنف، العنف
اللي كتقول ما كاينش العنف، وانا عندي محضر ديالها لو رابور ديالها كتقول فيه اثر العنف عباد الله. وما هذا باش نقول لكم ما خلوناش نهضروا راه ما قضينا والو حنا بهذه الشهاده، ما قضيت حتى شي حاجه انا، ما قضينا والو بصراحه، ما قضينا والو. الرابور ديالها اش كيقول مدام حنا؟ الرابور تيقول كاين العنف، وهي كتقول ما كاينش اثر العنف، مكتوبه العنف. الا كنا كنقراو العربيه العنف الالف لام العين النون الميم الفاء. واخا كاين عنف، حنا دابا كنهضروا على العربيه، ما بالفرنسي راه عنده التفسير ديالو بالفرنسيه. عندي هذا عندي، ما دليش. شكون اللي عطاك هذه الفرصه؟ شكون اللي عطاك الفرصه؟ شكون؟ والله ما تعطاتك الفرصه بالله العلي العظيم. بالنسبه للمحافظ الحي شنو قال على الخبر؟ حتى المحافظ عرفتي على اسئله كانوا عندنا، على اسئله كانوا عندنا وبزاف بزاف. السيده الشاهده قالت لك ما يمكن لا تجي عاوتاني الكونسير ما الكونسير الى اخره. اسيدي انت اولا ماشي دفاع ديالها، ثانيا الناس كيجيو الجلسات بالكروسه، كيجيو ديو الشهاده ديالهم. ثالثا هذيك الشهيده ضروري خصها تجي، لان هي اللي قالت لي محروق ومليح في البحر ولحوه في البحر. لكن كتبقى ديك الشهاده عباره عن اكاذيب ما دامت الجد. لا ماشي اكاذيب، لا 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 ماشي اكاذيب، حنا ما نعرفوهاش واش اكاذيب ولا صحيحه. تجي تدلي بالشهاده ديالها، دابا حنايا كنبتروها ما تجيش، حيت عرفوها لا جات. الا جات راه غادي تحط. انا تنقول لكم حيت عارفاني لي كيستيون، يسمحوا لي، علاش تنقول لكم انا يسمحوا لي نحط لي كيستيون ويجاوبوا والهيئه الموقره تلاحظ لا 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 لي غريماس ديال 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 الناس اللي كيتسولوا، ما عطاونيش هذا الحق. واش قالت انك ضربه في الراس ولا ما كاينش؟ والو هادشي كله ما كاينش منه، ما كاين لا ضربه في الراس ولا يديك ولا يخليك. كاين جوتها جاتها شرحتها، دارت لها المسائل ديالها، غسلت لها الحوايج ديالها، صبنتهم ليها، الله يجازيها بخير، واحد المراه نقيه فهمتيني. اذا في هذه الحاله هذه حنا وعندها الحق تسول، عندها الحق تصبن الحوايج. حنا ما فهمناش هذا الحق، هذا عمرنا ما سمعناه. انا ما كنفهمش في القانون، ولكن مازال غنسول في القانون واش عندها الحق تصبن الحوايج. شنو كنتي غتسولي المحافظ؟ المحافظ شنو هما الاسئله؟ الاسئله اللي طرحوا عليها منين تبين لهم انه هناك يعني تضاربات في الاخر؟ اسئله كانت مزيانه ولكن ديال الدفاع لا ديال الهيئه، ولكن الدفاع توقف. إذا كان شي سؤال اللي هو عجبه السيد المحامي راه كيمررها مر الكرام وكيسكت، إلا شي حاجة ما عجبتوش كيوقف. إلا وقفتي أسيدي حنا عطيونا، حنا أنا أم، أنا اللي عارفة ولدي شنو كان به، أنا اللي عارفة قارية الملف 17 عام يا عباد الله، وخا يجي اللي بغى يجي، أنا اللي قارية الملف وعارفة كل حرف فين كيمشي، ومشيت برجلي ودرت شحال من حاجة، أنا اللي عارفة. سو كيفي عطيونا الحق نهضر، عطيونا الحق نسول. سيدة حياة نعم. الدكتورة قالت بأن الأحشاء كلهم الدود والحنجورة، لأن الحنجورة عارفين أنها صلبة تياكلها الدود. تياكلها الدود، لحق رجلين والفخاد بقاو صحاح. قالت لك يومين والدم كيترصب. واش ديري تعطي شي يوم عباد الله؟ عطاونا الخبرة على الهواتف. شوف اللي نسميه بالشلاغمو، المحامي بالشلاغمو يحط لنا الهواتف، يطالب بالخبرة على الهواتف باش يبرأ داك الموكلين ديالو، يطالب بالخبرة على الهواتف. من الساعة اللي شافوا سي محمد ولدي، شاف خوه اللي قالوا حقه كان هيستيريا ما هيستيريا، شافوا ناشط، ربما الولد داروا له شي حاجة في داك المناظرة بحال اللي قالت لي سليمة، ها ربما بدا النشاط بدا ينشط وعاد وقع به ما وقع، فهمتيني. يعطيونا سيدي التليفونات ديالو، انا ما كانش التليفونات ما نفهمو حتى شي حاجه. يعطيونا الخبره على الهواتف من الساعه اللي تشاف التهامي حتى للسلف الاوض 11 الليل. انا الجثه المفروض قال لك الدراري حطوا واحد الشانطي، هذا الشانطي 19 يوم، واش ما تعطيش الريحه هذا الشانطي؟ وهذا هو الاخر 19 يوم فاش لقاو الجثه، دونك الادله مدمره كما تنقولوا. نعم. والسيدي السيدي يا عباد الله، قبل ما ندخلوا نسولوا محامي، نسولوا لا 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 المحافظ، او نسولوا الطبيبه، عطيونا السيدي، عطيونا السيدي نشوفوا حنا ولا عاد نسولوا. حنا ديجا وجدنا ديك السيتيون بيرتينونت بلا سيدي، اما لسنا السيدي غتكون الطامه الكبرى يا عباد الله.
عطاونا السيدي، عطاونا السيدي، السيدي بالحوزة ديال المحكمة، السيدي بالحوزة ديال المحكمة ونددوا بهذا. المحافظ شنو قال المحافظ وانتم شنو السؤال الاسئله اللي كنتوا غتسولوا المحافظ؟ المحافظ بغيت تسولوا علاش اسيدي درتي لنا 440 غير داك القبير واحد، وعلاش اسيدي موهتينا وقلتي لنا والطاقم كله كاين وحنايا ماشيين بحال شي حواله ماشيين اسيدي كنقلبوا على داك القبور تجبدوا فيه جثه ديال بنت، علاش موهتينا؟ شكون اللي عطاك هذه الفرصه باش تسول هذا السؤال؟ ما تعطلناش صافي السلام. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.